كلها عام وانتم بخير. بمناسبة شهر رمضان الكريم يشرفنا ان نلتقي الان بدكتور يحيى الجمل بالكلمة. دكتور يحيى الجمل. شكرا وكل عام وانتم طيبين جميعا مصريين مواطنين مصريين مواطنين لا تعرفون تفرقة بين مسيحي ومسلم، وإنما كلنا أبناء مصر، كلنا مواطنون. أنا أذكر الآن وأنا أقف إلى جوار أخي وصديقي الأنبا بسنتي أنه جاءني في يوم من الأيام من قبل قداسة بابا شنودة المقدسة وقال لي: أريد أن أسألك سؤالا واحدا وأجبني بغير خجل ولا ترب. البابا يريدك أن تكون محامي في قضيته أمام مجلس الدولة في قرار العزل. قلت له: أقبل بغير تردد. قال لي: هكذا؟ قلت له: نعم بغير تردد. وبدأت علاقتي بقداسة البابا شنودة مسلس المحامات، وكانت آخر كلمة في حياته قالها لي، كنت أطلبه وكان الأنبا أرميها يرد علي ويقول لي، أقول له: أنا بس عايز أطمن عليه. فقال لي: لا، امبارح زعلني لما قلت له إنك اتكلمت وما وصلتوش بيك. فأعطاني التليفون فقال لي: لك محبتي. وأظنها كانت آخر كلمة في حياتي. أيها الإخوة، في هذا المكان بمناسبة بسنتي، أيضا في هذا المكان كان عبد الناصر يعقد جلسات منظمة الشباب العربي، وكنت في المنظمة ضمن الفريق الذي يمثل العروبة، وكان معنا بعض الإخوة المسيحيين وبعض الإخوة المسلمين، ومن كل الأطياف كانت معنا. وفعلا هذا مكان جميل، يكفي أن تنظر فلا ترى إلا مواطنين مصريين يحبون مصر من أجل مصر. أنا قلت عندنا في قرى المنوفية، قرى المنوفية قريبة من بعضها، كان فيها راجل اسمه عم ميخائيل. عم ميخائيل ده كان نجار سواحل، وكان هو أمين سر سبع قرى. كل حاجة عند واحد يسر بها لعم ميخائيل. وأما كتبت قصة عم ميخائيل بعت لي قداسة مسلس الرحمات البدر الشهداء ودعاني لمقابلته، وكنت سعيدا بها. وكل عام وانتم طيبين.